قال انه مش هيمثل لسنة تانية، وافلامه في السينما مش بتجيب ايرادات بقالها فترة، وبقى كل همه الغنى والسفر والانبساط، ومش عارف هو هيكمل على كده ولا هيرجع تاني. تعالوا اقول لكم ايه الحكاية بالظبط. محمد رمضان كل كم يوم بحكاية جديدة، ومش بيعدي شهر على بعضه إلا لما يكون فيه في حياته قصة وحدث بيشاركها مع الجمهور. مفيش حاجة منهم بتبقى تبسط قوي، لأن في منهم مشاكل كتير. من الحاجات الغريبة اللي حصلت مع محمد رمضان الفترة اللي فاتت هو إنه أعلن إنه مش هيشارك في أعمال لرمضان في 2025، مع إنه معود الجمهور يبقى موجود كل سنة بمسلسل مختلف، وطبعا بيبقى ليه جمهور واللي مستنيه. وده لأن محمد رمضان عرف يعمل لنفسه جمهور مسلسلات جبار، بيقدر يخلينا نمبر وانه فعلا في المشاهدات كل سنة. بس الفكرة بقى ان دي ما كانتش السنة الاولى اللي رمضان يختفي فيها، لا ده التانية وعلى التوالي. ده طبعا بعد ما كان هيقدم مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، وحصل مشاكل بينه وبين المخرج محمد سامي، وما كانش خلص المسلسل، وتقال ان الموضوع وصل بينهم انهم دلوقتي مش بيكملموا بعض. مع محمد رمضان اعتبر ان سامي غدر بيه لما خسروا نجاح الجزء الاول، وانه ما يقدمش جزء ثاني، وده برضو اللي زعل هالة صدقي من محمد سامي، لان نجمها كان طالع على الاخر بسبب دور صفصف اللي محدش هينساه واللي كانت فيه قوية جدا. وطبعا لما محمد رمضان ما يشتغلش سنتين ورا بعض هيقرر انه يكمل شغل في حاجات تانية، وهي انه مقضيها حفلات جوا مصر وبرا مصر الفترة اللي فاتت، وجمهوره كامل العدد في الحفلات اللي بيقدمها، سواء ده كان علشانه او علشان الشو اللي بيعمله والناس بتحبه منه جدا. وكانت بس من اخر الحفلات اللي قدمها محمد رمضان هي حفلته في مهرجان موازين واللي قلبت الدنيا، واللي كان هو حفل الختام بتاع المهرجان كله، واللي عمل وقتها لقاءات كتير مع صحفيين مغاربة وعرب، وكانت كل الناس بتتكلم عنه. ده غير حفلته في الاهرامات في مصر واللي قدم فيها شو جديد تماما وكان لايق على المكان اللي هو فيه. طبعا الحفلة دي كانت برضو كاملة العدد، ده غير بقى حفلات الجونة والامارات. كلكم وان محمد رمضان بقت الناس بتتعامل معاه لانه مغني اكتر من مطرب، واخت مايكل جاكسون اللي عجبها الستايل بتاعه وهو فرحان بكده جدا. ده خلى رمضان يركز اكبر في الغنى لانه شايف انه هيحقق ليه عالمية اللي هو كان بيحلم بيها بس بطريقته هو. دلوقتي بقى محمد رمضان مقضيها ساحل وفيديوهات وصور مع المعجبين واولاد اصحابه، واللي كانت سبب في المشكلة الاخيرة اللي تعرض فيها لما صفع الشاب الصغير بسبب انه اتريق عليه. بس علشان محمد رمضان مش بيحب حد زعلان منه طلع وصالح الشاب واهله كمان، وده علشان عاوز يقضي الاجازة بتاعته اللي في الساحل دلوقتي ومقضيها مع اصحابه بحر وخروج وليلة، وده زي كل سنة في الوقت ده، وهو اتعود على كده، وكمان بيشارك الجمهور في اغلب لحظاته وهو في الساحل. يمكن يكون محمد رمضان مبسوط بالاغاني والجو والسفر اللي بقى فيه في الفترة الاخيرة، بس الاكيد مش مبسوط انه بيخسر جزء من جمهوره اللي كان مديله شعبية كبيرة من المسلسلات اللي بيقدمها كل سنة، واللي بيحاول دلوقتي يعوضها في فيلم سينما بيحضر ليه، بس للأسف ما لحقش، والفيلم اللي كان بيصوره توقف، والسبب اللي اتقال ان الديكور الخاص بالفيلم محتاج وقت علشان يتبني، وللأسف حتى فرصة الفيلم كمان راحت. ده بقى اللي بيخلي ناس كتير تتكلم على ان محمد رمضان ممكن يبطل تمثيل خلال الفترة الجاية، بيركز في الغنى اكتر والكليبات اللي بيعملها وبس، ولا هيعمل ايه؟ ده بقى اللي هنقدر نشوفه خلال الفترة الجاية.